عزيزتي ليندا، عندما وصلت إلى قرية دوري كان الصباح في بدايته، وكان بعض النسوة يخبزن على التنور. سلمت عليهن وتحدثت قليلا مع هذه المرأة التي تركت أمريكا وجاءت إلى هنا في عودة إلى الأصل والجذور. تقع قرية دوري وهي مركز ديني مهم إلى الشمال الشرقي من دهوك بنحو 90 كيلومترا تقريبا في طريق صعب يمر بوادي صبن الشهير، وهي قريبة من الحدود العراقية التركية بنحو 10 دقائق فقط، وتمتاز بجوها المعتدل صيفا والمثلج شتاء، ويسكنها نحو 200 نسمة كلهم مسيحيون. شمت ماس دوري أثيالي من يعني أختيلم تنيا وهاثن أي ماسا ماسا طرسنت أموري ومقلع بريزديس لخا معادن تبرخلف عربي سبي نسخ بشخ بشرا من المقلع موجود لمظاهر بريزديس صناعية ماسا صناعية وقشرة تدري يرش موصل أخيهم طرسي أموري دي زنجيري دي قدي ماسا هم طرسي أن زنجيرت وأقمت قشر طواف قم دو قشر خاصة قدي ما ثمان طرسي فإثو السر قدي ما ثا ويدو لترور خاصة خطر عن المأروة خال المزن خا خاطر تلتناشي لأوريوغو ما ثا لقبل يوناشي نخرايت أوريوغو ما ثا تلقي نيوالي أو رازة دي أو سر دي أي في الخاني أرهادخ أو متاش مدية يعني من منطلق من باب كردي تيسي ترئور خاصة يعني آسش مدية دوري يعني ترئور خاصة وإذ خم منطلق يعني مترجم خلي من ليشان آتوراية المترجم خلي من ليشان دي من ليشان سوراية يعني بلقت قوس أو دوارت ودوري رابعة تقتله فتلموا يمري لدوري الأبخل دي اللي يلمط يل يعني مناعدية بالضبط موديلة دوري يمري له يعني قمثة جو ماثة دوري مترسيوه فرزلا مترسيوه من ديانة فدراثة وما يقندي ومرجنيات يبري للناس سايم ترسيوه قدوري كل خمدين ترسيوه فمن كلمة دراثي يعني دراثة فمثل الشمدية دوري ورابي يبري دوري يعني كلمة كردية لشقيلة من كردي دوري يعني تريوري خاثي عزيلة اقي دوس اتو على سياج ماثا سياج رابا قورا البو تري مباتوا دوري لو اوا دغدية البو تري مباتوا اوا اتو على سياج تريوري خاثة بس يبري وقا دوري خمن شرق وخمن غرب من هتخبريه على دوري ثم تماث الدوري يعني حسب ودخل التحليل إلى من كلمة أديرة أديرة وبالتدريج وبالمرور الأزمنة في اشترى مطيثرة لهجة دي دوري سف إن أتت خضر القماثة خزيتي إتلاني رابع أديرة إتن خاديرة ولي الأخ وقذا وقال لي يا مرخ دير مرقيومة إت آثار ربانتي لقيمة قاويدية قم ألفا وطلع مشن في حدوث هات خاني والتاني هو أمرة مرقي ورقس هم قديمي لألفا وأما ألفا وتري مشن التاني خا مزار أمرخ لي مات مريمي لي وخا مزار خرينا مار في يسيلي فأنا مجمعة لها فهاش أديرة أنا مجموعة أديرة له وبمرورة شني وزوني أديرة في ثلاث اشتلا مطي ثلاث اختصار دوري عزيزتي، تجولت بين بيوت قرية دوري وتملأني الأسئلة عن تاريخ هذه القرية ونشأتها وحكايات أهلها التي تحدثت المصادر عن بعض منها. في هذه الأثناء كانت كاميرتنا منشغلة بجمع لقطات عن القرية من أعلى الجبل ومن داخل القرية. بالها ما في الدوري بالضبط ليذن بس أنا يذن أمرك مرقيومة
إلى تاريخ دي اترامة واترشن إلى تليخة فأنا سري شوشن خينا وتليخة فغزة كمالة كما قمد عنوا يعني مرض مرقي يوم فيش آتيقة لمرقي ورقس فمرقي ورقس كمشن إتلى يعني إن آوة ترامة وتر شن إتلى فمرقي ورقس كما إتلى ودوري كما إتلى يعني سبب أكتي بنية مرقي ورقس اعتيادي ما ثيثوا عمرة ما ثاليثن خ تاريخ مثبت سب إيجا ناشدي يعني هم بليجوا براقة شيتة أرباس سرق لا ناشدي نزل لتركيا ومن تركيا نزل لإيران ومن إيران دي الرأي بس إتلاني إثباتات إتلاني كتاب قديشة إتلان إنقالين دي موجودة لكسلي قم أربام مش نيه ولا كثيرة إتلان خا إنقالين خيطة بشمت عمرة مرقي يوما أي حدود اشتعمش إني عمر ديالة أي أخي جنيوتا ونوبلتا وفتيتا لهم زوبنتا قو أثرت نروا دي بياشل أي إذا عمرت نرواي بياشل إين قالين تدوى عمر دينت مرقيما فيعني أي ما ثب حدود ألفش إني موجود يعني حسب تخ أخني يضخ كدوان كتاب قديشي إتل مجموعة كتابة إيسا دينت عمر اللخاني طلع مش إني الأربعة مش إني هاتخ ليندا اصطحبني العمش ليمون إلى مزار ماربيوس وهذا المكان الضيق الصغير الذي يختبئ بين الأشجار تفوح منه رائحة طيبة دخلنا إليه وأوقدنا شمعة مثل ما كان يفعل أهلنا هنا من قبل يعيش الناس في قرية دوري على ما تنتجه الأرض الغنية بالزراعة ولوفرة المياه طوال مواسم السنة مما يتيح لأهلها الاستثمار الأفضل للأرض بزمانة معادن يعني أتقتل يقام ترين مطلع مشني بس أختي لبابا واثن سواثن وأخني تخرخ ناشت ما تبخلخي بزروتا دخل خطة رزة خطر ماي براقي ششمي ماشي أتخاني وخرطوي لها تطور جو خيوثة منقسلة من دن من دي يعني مقلق قيم لزراء قاسة خابوشة بدانة دي جو شيت تشوية وثمانية خابوشة لخا طيمة واوا وأربة قاني وأربة يعني أخا تقريبا قماثة أخني يجد قم أذيلا ترحيل شوي ثمانية تقريبا ألف ريش أربة إثوا قماثة خا أما قنيانة توري وتوراثة خا خمشي دواري إثوالين وكسياسة وإسداباشي أخني باسوسن إيخ إيخ خامخ وداباشي أي خيوط متواثات خواه زرخوا رزة وزرخوا ششمة وزرخوا خطة وزرخوا صارة وزرخوا طلوخي وكل خمني وباخرتها من الستينات والآخة مخيوان الخابوشة هذه معيشة دين تخلخة ثابتين الخابوشة سمنطق دين لبس معثين أنا برواري بارة كلها مشهورة لبخابوشة عزيزتي تنتظم السواقي في قرية دوري بمياهها الهادرة القادمة من قمم الجبال لتروي الأرض والزرع والناس والحيوانات
وتعتبر منظومة الري هذه شريانا مهما تعتمد عليه القرية اعتمادا كبيرا. مين يأتي من ريس توراني أخي ما وقتي وخودت مين من خودت يأتي من توراني يأتي إلا مية أناثة قم ثلاثة أنشاقي ثلاثة أتخى كل بقان يدخل شقاثة مخا هتسخوا الدكتة تيثينة قد ما تخوان خد شمية مجتخوا هاي باشي مخك ما دي خلي خمن ودل أناثة إلا ودل شقاثة إلا وقم أتخى مستخلا ما اشتخي وأي رشولة قم ثلاثة اللي دي تركتير زرخ وما أخشد لتخابوشة وزروت نويت على خابوشة وإنوي وفاكة مثلا خوخة شيذة من دنة من جانة إما أخي ويا خيخ بيا إما مجي تقريبا أرم ما أخلا أتياوة طنطة ما مجلة سرشني أتخى ما مجلة لن هتياوة طنطة باثر تياوة طنطة خينا ياوي حالن سباي خانتي مجبنخ من دايا خابوشة أو من شيذة أو من إنوين ياوي سباي بيدي. ليندا، توجهت والعم شليمون إلى كنيسة مارجي ورجيس التي قرأت عنها، إذ يبلغ عمر هذه الكنيسة حوالي 1450 عاما، وقد بناها أجدادنا هنا في أول قدوم للمسيحية إلى هذه المناطق. لم يزل بابها القديم قائما إذ كان صغيرا، ويتطلب من الداخل إلى الكنيسة أن ينحني بجسمه كثيرا، ويستخدم الباب اليوم لإيقاد الشموع، وتعتبر كنيسة مارجي ورجيس إحدى أهم آثار قرية دوره. ما واقع دين أن أمران دين يعني جزوثي نسبت لو أمرة مارجي وما خزت جاودي جبياثة ودكست شمعاثة إلى مو فلخلا رباني أجا وإذن دوكاني يمرخلا درسة رباني يعني أجا رباني يعزي وقتي لبهري لين شريواثة فلخي ويتوق مشمشة خاني إتلاني لخاني باطر دوطورة خمنطقة يمرخلا رجوزي إذن يعني دوكاني مبالوطة فرزلة يعني دكستي مبالوطة فرزلة ومبشر اللي أوفرز لما بيوني له خاقف بإتلان تاما يمري لي قبت مية إيصال إخي حدود خفلق الساعتة أقلى وقارك نبلغ الشمعات منيني تتماسخ ماطخ إتخشاق إثت مية مطورس سالة بقيسة يعني أبخى ناشت ماطخ لا تأخر إيه شاقيثة مني لم ترسل له إيه مني لم ترسل له وإسوا مبلطي وخي يعني بالخانة إيقت بالخوة بين منطقة شقوزي إسوا حكمة سلينة أوبرا هتخانة 35 سنتيمتر خدوك سيمرخة قصرة قريشة ناشي إيقو ومسي تاما معنا إسوا شولة تاما فالخي وناشي مبلطي وفرزلة دي إخني قو شيتة خمشية أنا في حدود عمري صرش النيوة أثيلة إنجسناي جولوجستي واللخانة قم دو قصر دياني ويسقي ولا منطقة جوز مبلط شقلي نماذج من أوبرا إذن كيف هتخي مزلق وداري في سياط ونبلين باردن إنجسناي أثيلة جرماناي شيرت خمشي وثمانية ثوالة في حدود أربي وشوى أورسناي لخاني خبرة يسقي وفلخي وطام مبلطي ونماذج وأثيلة تشيكين وأثيلة جرماناي وأثيلة عراقاي يعني عملية مستمرة وهذا التنقيب الدو دايم مادة مو مادة لا يدي في آنية موديلة أخي مرخى منطقة رجش جوزي. تمتاز قرية دوري بإنتاج المعادن ويكثر الحديد في جبالها، وقد أجرت بعثة بلغارية في السبعينات من القرن العشرين مسحا في أراضي القرية، وتمكنت من أخذ عينات من هذه المعادن والتأكد من جودتها. كل من دماء مرخص رازت ما ثيوه سرت ما ثيوه أن ما ثيوه ديوال إنتاج ينبليوه دوكانته غابات بصر دو طورة بالذات أو طورة بثو غابات
يودي ولا حلقه معدن وما في ولا لخه انا بقاني مطرسي ولا نبلو اكتس وغابات قياس رابة تام بشري ولا وباقى ما في ولا لخه ابدي ان تاز مغزنخ اثار كيف هاتيلي بولتا معدن مقاوي دي برزلا وبيشة بس كيف فارخ يعني تلالي بشيرة أبخها يعني ومطرسي ولا وانا مزبني ولا انا ما اطلاخ يعني قشرة موصل الطواف قمدو قشرة الى دي بني الانجلستاني جسر طواف رجديج لا ان زنجيرت واقميت الدوبات بيدية اخو قديه ما في مطرسي عزيزتي. تمتاز معظم البيوت القديمة في قرية دوري بأحجارها الملفتة للنظر، وهي أحجار منحوتة باليد تسمى هنا بأحجار الباز، وهي قوية وصلدة وبإمكانها الصمود إلى آلاف السنين أمام عوامل الزمن. عزيزتي، تعرضت قرية دوري إلى عدة تهجيرات قسرية عبر التاريخ، وهاجر أهلها إلى مناطق مختلفة من العراق والعالم، وتروي هذه الصور القليلة المتوفرة جزءا يسيرا من هذه الحكايات مع ما يتذكره الناس هنا عن هذه الهجرات. خهجر ويثال قماسة قديمة ماما ليذني بالضبط التاريخ دي والناش ماسة زيلة تليقة بدنيا الليل خلاك يا مخي. هجر تري شيت 1915 طليطة لمخة زيلة الأرمي بابواتن ساواتن زيلة الأرمي وإثي للحنيدي مريوالي يعني معسكر رشيد ديالة بعقوبة يعني مريوالي حنيدي ايقا إثي للبعقوبة وإثي للأخة شيت سري وخا خي جاي خيتها وإذا لخا هجرة زرتها لعدة أيام صلي لها المندان وبس لك قرشوالة بأيام قرشوالة خا شهرين وقلبوا على ثيلة مطيوالها المندان وحجرة بشكرهت ويوالة ترحيل وتدمير شيت 1908 شيت 1908 يوم تخشيبة إسوان مرازي أخب أمرا ناشا يزيل أخو القربانة وصعد إشتف حدود صعد إشتفاوة أي ما ثم طوقتها لأو طورة إنه يساري ولخاني كله مطوق للنجيش وأثيل لخان هل لخ أي أو باثري يعني أي من أي وكل باثري أو جودة باثري القصر دي طلع طبقي بشرار مول أثير لخاني صباح الخير صباح الخير جيش واستخبارات وأمن وحزب وكل يا بمودي القصة يا بترحلوا الشيلوا هسا طلبوا فناشت ما كنت مجبري لي كنت خمبول طالي مؤمدة إسوالي ونبلغ خلي آكل باثة عمو شليمون دري اللي ناشت ما كل من دي دي مثيلة ثاني في شخص طلع يوم تاما ويوم الثلاثة وأثيلة إيفات أنا مبقرة مني وين تريدون تروحون ميري بالا أخني إن هوي بديين كوري قابانا ين باقرة ميري ليش ميري بالا أي منطقة قريبة لدهوكي لا تلا مدارس لا ثانويات لا من دي هه ميري دللو فمتلن قو إيفات وزيلو خارطة ميري لا نوديكم بيرسفي أمير بيرسبي بعد أحسن قرية مسيحية وبيها كنيسة وأدنى قصر أن نروح للبيرسبي فإذا خلاص سيطرت باطوفة خاض اختيلة انضباطية قمضني من رجعوهم الباطوفة فما دريوة لن أي ناحية باطوفة ما تدين دوري ولا ما تخيتها معي وأن ما تواطخيني خاك ما قمنا بالبيرسبي وخاك ما بيقوفة هي شيء تتشوي وتمنيها.
ليندا. وصلت جولتي في أنحاء القرية ولفت انتباهي جوها المعتدل، وأعجبني شكل القرية اليوم بعد البناء الجديد الذي طرأ عليها والذي جعل العودة ممكنة وسهلة للناس ليعودوا إلى موطنهم الأول وحبهم الأبدي. درة أتشيخة 91 درة درة تولق شدر يعني تولق شدر لم صيلة تولق معثة متوى يعني تليخ اللاقيتي تليخ لماثن كل قصر أربي وأربع قصر جوماتها كل ترد عبق تليخ لبشوف عليه كل خويت الله كيف بقى هذا يعني لما صير تتوي وجاو متوع كيف وشختنته فتيولا خارج ماثا خشدرة ترد لاش إنه هلا قد خكمة منظمات تيلق هيري لبشي منتو وخيزة وبني لك كتخ خاوتخ وخرطة تيلا مرا كتخ تيوخ لك خاوت خيتا كتخ بني لي تروت آخر وهل خمنا ضم خيط قم ديت سرقس أغجان ثيوا لبني ولا خمسة باتي لأن يصاب أول مرة تصيب ولا منظمة تصيب ولا خمسة باتي وهذه يشكير على أو بس يمر رابي سرقس قمارين أنا باتي تيد خزائن لا أتصيب خاء باثر ولا انتفاضة لخاني رابا صيخ وتلا درت ما تدي يعني سب مسقط رأت برناشا شاون لمن شيء لناشي دائما ياوي الوالدية فأخني أتسو خاء ديرن لي ماتا أتيخ لي ماتا لخزي كيف لخزيته أو باتدين أو أواني أو قودي دي تلمو ماتا لخزيته كيف لخاني أن باتي كل ماتا مقذل له وخارطة ويذل له تفجير وخارطة أتيلا بلدوزرات أتيلا من دخ بلدوزرات كل ماتا قريب له مطن له حتى كيف لمو ماس ليش فيش قد يا ماس ان كلهم خو اوبر انتي لا فيش مخ اوبر خم قلت الله فاسي وقتي و شيت تشوخاتي الناشدين تي خيو تراب زامت و يعني اتي لا حكمه تي و تشدري سي و حكمه منظمات اي والله تشدري و حكمه قفرناني وبالتدري شيت تلاشيت و شيت تلاشيت هل سي و لا شيت هل قلت تسعينات منظمه كاريتاس ايو فيش لخانه قم يبي له موات وكنت خبني له خمنزل اللي ديه وخارطه سوى لحكم منظمات قم ابني ولا خمسه باطي واي باط ويل رابي سيرجس على نطر او برنامج دي هاي وسيمه هي انا تريش اني يولى باطي اللي اني فدو راسي وهرب باطي خمر اختي قشتايا جنات خضر وانا عزيزتي قررنا التوجه للصعود الى دير مرقيوما في اعلى الجبل. كانت سيارتنا تشق طريقها في الادغال بصعوبه بالغه تطلبت أن يترجل بعض من فريق عملنا ليتأكد من سلامة الطريق. توقفت السيارة عند مفترق الطريق لأنها لا يمكنها أن تسير أكثر من ذلك. عقدنا العزم على الصعود رغم صعوبته ثم وصلنا السيرة صعودا إلى الدير. كان الصعود إلى الدير يتطلب قوة جسمانية إذ يستغرق الطريق نحو ساعة كاملة، مما حد بنا لأن نستريح لحظات عند شلالات الماء الباردة هذه.
واصلت جولتي وفريقي عبر الأدغال وعلى الأحجار الكبيرة الملفتة للنظر والأشجار الكثيفة، وأعجبت بقوة الناس الذين كانوا يصعدون إلى هنا كل يوم، لأن هذا المكان في الحقيقة هو مكان القرية الأصلي. وصلنا السير نحو دير مرقيوم الذي يبدو قريبا الآن. ليندا، إن هذا الدير بناه أحد الأغنياء هدية لمرقيوم السفير بعد أن شفى ابنه الوحيد من مرض عضال ألم برأسه، إذ وعده إذا شفي الصبي من مرضه فإنه سيبني له ديرا في هذا المكان. ويبلغ عمر هذه الحكاية حوالي 1350 عاما، وهي عمر هذا الدير. وصلنا إلى دير مرقيومة وفتح العم شليمون الباب ودخلنا. عزيزتي، كنت أتلو في نفسي صلوات بأن يحفظ الله كل هذه الآثار من الزمن، وأن تبقى خالدة شاهدة على حضارتنا العظيمة. فأوقدت شمعة نيابة عنك وعني وعن فريق الذي يصاحبني في هذه الرحلة. عزيزتي، لا ينتهي الدير عند هذه الغرفة، فهناك سلم حديدي صعدنا عن طريقه إلى الطابق العلوي من الدير، إذ توجد هنا مقبرة دفن فيها 7 مطارنة، ويسمونها مقبرة 7 مطارنة، وهي مشهورة جدا في هذه الأرجاء. ليندا، هذه القرية الصغيرة التي تبدو للعيان من هنا هي قرية دور الجديدة، بيننا وبينها الآن مسير ساعة تقريبا. دخلنا إلى مغارة صغيرة منحوتة في الصخر، كانت للرهبان يتخذونها للعبادة والعزلة. كانت المغارة تبدو مظلمة وضيقة ومنحوتة بعناية من الداخل على شكل غرف مهيئة للعيش. وتطل من هذه المغارة نافذة على القرية في أعلى الجبل،
كانت خطيرة جدا بالنسبة لمثلي تشاهد لأول مرة هكذا أماكن. عزيزتي ليندا، الناس من أهلنا في قرية دوري يمتلكون من الأمنيات الكثير رغم ما مر بهم من قهر وظلم على مر السنين، إلا أنهم اليوم يستقبلون الحياة بأذرع مفتوحة. قام كل من دي أخني بيخ تعيشين وشلامة لكل الدنيا وخاصة لإيراق وأخ ناشا ومتنايا بين أي ابن أمتي خيومة خزي قانا يذا قانا تلقي من بنون ونواق مخواث المتشردين هاولا يخاد مصاف شماي قدنيا هاولا خام مقرف لاي وأمني دي تاوى متخيدين هاو خويادة بين أثاي برقي من من خلخني ضيق الأفق قبايوثا أمنية أي أمنية كل عراقي لا وكل برورنايا وكل آثورايا وكل ناشدين كرسياني تيلا خي عقو عراق أو وضع تيلا قو عراق أو فرق أخمني دي يعني دارس إتل الناشدين نريقي خزماني دي الناشدين آتو تخزاي وتخضار قو متواثة دي نريقي مبغد تيلا شويقي متواثة أي يا لي شويق الى مدارس دي يمطي مراحل رابل وكليات دي وامني دين الناشي داري ويا لي داري المدرسه يمكملي دراسه دي وخا اثره يعني رهتوسه يعني بس اخني من دياني يعني الدنيا يعني مطيله ذا مرحله واخني هلا هيك بليقه يعني امني دي بيخ رهتوسه تاوق واثره وناشي دين خيف سلامت وفلخي وخيوثة ويصفاي كثير وكل الدنيا يعني هو أو زون التفلاشة يعني مؤمرخ يعني زامتي لناش معبر بالدواء وضعتي لك وإراق بزوط خشلة مقدو أثرة قد كل ناشي هاوي خذيه بصيخة سبب دزوث رابع إخلي لبنان كبشني وأنا هل دي إتلي خبراتي قو بغدد قراي كلية لا شي تخراثة ولا بلا أجلاوة فلا طلب راتي بس لكل ناشي دي انتي لكل سوراي وكل مسلمان جكت إراق تتخي خيوثة باسمته أمنية دي أمنية بخشان كل برناشات إرقايا قد خشلة مدارك دو أثرة قد ناشي خيد رحتوه ليندا، قرية الدور التي دمرت ذات يوم هي الآن تعود من جديد بحلة جديدة وابتسامة لن تفارقها. صديقتك نضال منصور.